بابا النهارده لازم نخلص من المهمه دي. اوكي هتخلص يا باشا اطمن. الرجاله اللي جبتهم معاي ومنكرهم صعيدي علشان يخلصوا المهمه دي. اكتر رجاله ولا لا؟ تعرف يا بابا اكتر حاجه موترني هم الرجاله دول. يا راجل دول وصلوا، يلا بينا جو. احنا جينا هنا قبل كده بالأمارة، ده اسمه الدرب الأخضر الأصفر حاجة زي كده. الدرب الأحمر يا بوجي. أيوة الدرب الأحمر، بيت زينب خاتون، فاكرينه؟ أيوة طبعا، وده بيت يتنسي؟ ده اللي لقوا فيه الكنز، قصدي حتة الذهب. بيت الهراوي اتبنى سنة 1731 ميلادية، واللي بناه أحمد بن يوسف الصرفي. آه والهراوي بقى هو آخر واحد سكن فيه، عشان كده فضل اسمه عليه صح؟ لا الدكتور الهراوي مش هو آخر واحد سكن فيه، لأنه هو بناه وبعد كده هداه، لكن فضل محتفظ باسمه عليه. هو مين الدكتور الهراوي ده يا مروان؟ هو الدكتور عبد الرحمن الهراوي، طبيب عيون بكلية طب القصر العيني. طب بقولك يا مروان، هي الحجارة دي من زمان ولا جديدة؟ لا دي حاجة جديدة يا بوجي. طب ويا ترى بقى وهما بيشيلوا الحجارة القديمة ما لقيوش كنز مثلا ولا حاجة؟ هو مفيش معلومات بتقول إنهم لقيوا حاجة. انت شغل نفسك بالحاجات دي ليه؟ حاجات ايه ده؟ يا, 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 يا مروان اصلها زيادة معلومات برضو. يا عم حسن اخبار الكنز ايه؟ انا كل اللي اعرفه ان بوجي وطمطم بيدوروا في كذا مكان. ايوه بيدوروا، لجيوا حاجه ولا ما لجيوش؟ انا ما عنديش خبر، اسال ابراهيم يمكن يكون عنده فكره. يا عم ابراهيم اخبار الكنز ايه؟ طمني. بوجي وطمطم ربنا يقويهم ويعطرهم عليه. ايوه لجيوا حاجه، في امارات اشارات. ما هو لو كان في اي حاجه بانت كانت ظهرت. امال ايه اللي عاملينه اهل الحته دول؟ عاملين ايه يا حسن؟ اللي بيبيض شقته واللي بيجدد عفشه وبيشتروا عربيات، ولا لما يكون لقوا كنز. ايوه صحيح انا لاحظت كده برضو، ولا عدلاته وجمالاته اللي عاملينه في نفسهم. الله امال لو كان لقوا الكنز بقى كانوا عملوا ايه؟ كانوا عملوا جمعيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين انت؟ المعلم حنقول. ايوه انا المعلم حنقول ان شاء الله. ابشر ابشر يا معلم، انت جاي لك خير كتير. ماله اول من اخر؟ بجد يا مولانا جاي لي خير كتير قوي قوي. انت فين بيتك يا معلم؟ انا عاوز ازوره. ده انت تشرف يا مولانا، اتفضل. لا 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 لا، انا عاوز اروح بيتك القديم يا معلم. بسم الله ما شاء الله، عارف ان انا عندي بيت قديم. بص انت تاخد وجبه الضيافه بتاعتك وبعدين نتوكل على الله نروح. انا ما انا جاي الضايف يا معلم حنقول. انا جاي في مهمه ما اقدر اتاخر عنها. خلاص يا معلم سيب سيدنا على راحته. لا ما يصحش، اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا سيدنا. هاي يا دولي. هاي يا تشيتشي. مش كنت تنادي عليا ونوفر تمن المكالمة يا دولي؟ نعم عايزاني انادي عليكي من الشباك. وفيها ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنعمل كده. لا كانت ايام وراحت لحالها يا تشيتشي، دلوقتي ما ينفعش، لازم نتعلم اللي بيقولوا عليه ده التيتيكيت. عندك حق يا دولي، امال احنا شاريين التليفونات ليه؟ وكل وقت وله أدان والتيتيكيت بتاعه،
احنا لازم نحس اننا هاف لايف وما نشغلش دماغنا بالرايح والجاي ولا اللي قال ولا اللي عاد. اهو انتي كده تبقي شيشي هانم بصحيح. الا قوليلي الشيخ عاشور والراجل الغريب اللي ماشي معاه ده بقالهم كام يوم رايحين جايين في الحارة، اكيد وراهم حاجة تعرفيش هي ايه؟ ها؟ باشمهندس النت مش شغال عندي. مش شغال ازاي بس؟ النت زي الفل اهو. عندي مش شغال. وريني. الله، ده انت مش فاتح النت من اساسه. افتح النت وهو يشتغل معاك على طول اهو. عايز ايه على النت؟ عايز اللعبة بتاعت العربيات. نعم، لعبة عربيات ايه؟ ما هي موجودة على الجهاز، مش محتاج نت. هاتها من على الجهاز. ممكن تجيبها لي يا باشمهندس؟ انت اول مرة تقعد على الكمبيوتر ولا ايه؟ لا، قعدت كتير مع اصحابي وهم اللي كانوا بيشغلوها وانا اللي العب. وده ينفع؟ انت اسمك ايه؟ باسم. وده ينفع يا باسم؟ مش لازم تعرف تشغل الكمبيوتر زي اصحابك؟ ما هم كانوش بيرضوا يعلموني. انا مستعد اعلمك. صحيح يا باشمهندس، بتتكلم جد؟ ايوه بتكلم جد طبعا. تعالى اخر النهار مع الاطفال اللي بتيجي عشان تتعلم زيهم بالظبط. اتفقنا؟ اتفقنا يا باشمهندس. حبل الدود ممدود وحبل الكنوز مرصود. شايف يا مولانا؟ خير ربنا كتير. طب مد ايدك وطلع خلينا نتغنى. تستعجلنيش، احنا محتاجين حد علشان يحفر. يحفر؟ ايوه، اخواننا الجن مش قادرين يطلعوا بيه. للدرجه دي يا سيدنا؟ الكنز تقيل عليهم. خير ربنا كتير يا مولانا، علشان كده لازم نساعد اخواننا الجن. لازم ننزل لهم نحفر 3-4 متر مش اكتر. 100 متر يا مولانا، انا بالليل هجيب الناس اللي هتحفر. بس خلي بالك، المواضيع اللي زي دي محتاجه سريه وكتمان. طمن الناس اللي هتحفر، محدش فيهم هيعرف هو بيحفر ليه. طب يا سيدنا، المعلم هيحفر، مش تقول له يحفر فين؟ الدار كبيره من جوه زي ما انت شايف. المكان معلوم، بس كله على المعلم وعلى المعلوم. لازم يبقى فيه اتفاق ونلتزم بيه. نتفق. خلاص، يبقى فيه 10,000 دولار للمارد. دولار مش استرليني. وبعد ما يخرج الكنز في 10%. تعال. بس مولانا، لو مش هتقدر على طلبات اخواننا الجن، انا اشتري منك البيت ده وباي تمن. انا مش هبيع، وكل اللي انت عايزه مجاب ان شاء الله.